ثم كرئيس عليها السنة على تأسيس غرفة الفلاحة في جهة راحة الفلالت. على مدى السنة هذه شنو يعني المشاكل والعراقيل اللي لقيتوها وشنو الرؤية ديالكم والأفكار ديالكم من تنمية المناطق ديال الواحات، خصوصا أن الجهة كتعرف يعني مجموعة من الواحات من تافلات إلى درعا إلى كذا. أنا بالنسبة للغرفة الفلاحية تكريات الغرفة الجهوية هذه السنة، ولكن الإكراهات اللي عندنا الإكراهات هي الإكراهات ديال الطاقم البشر اللي ما عندناش موظفين ولا الغرفة تتساوي على 5 ديال الأقاليم في الجهة، الرشيدية وتينغير وزاكورة وورزة وميدل اللي هي معروفة بالواحات ديال النخيل. الواحات ديال النخيل الحمد لله اليوم مخطط المغرب الأخضر أنه أعطى واحد الدعم الأولانية قطاع النخيل اللي كانوا دي زيكستونسيون اللي هما داروا دابا ما بين الرشيدية وفيقي، وكذلك كان الفلاحة اللي كانوا تيديروا غير الفلاحة التقليدية أنهم تجوا في السنوات الأخيرة للفلاحة العصرية. ومن الإكراهات اللي كان فاسميتو أنه كان الإكراه ديال التسويق، أنه مهما تيخدم الفلاح وتينتج المنتوج ديالو ولكن ملي تيمشي يتاج الأسواق ديال التمور ولا ديال الفواكه بصفة عامة أنه تلقاو المشاكل اللي هي تضرب يد ديال السماسرة والناس اللي تيسمصرو، ما كاينش أسواق داخلية اللي هي ربما نبنيو عليها على المنتوج ديالنا. كاين كعضوين زول غرفة الفلاحة من رعالة فلالت، أتمثل ديال المنطقة هي المنطقة الونيف الإقليم تين غير، أنا حتى مثل الإكراهات مثل المشاكل نقول يعتان يقودين يقهرنا فلاح يظهر يتمازيق منه. نكوني المشاكل غور يقهرنا فلاح خصنا السدود، مش يورلين السدود كل شيء النف الفلاحة ترزع، خصنا السدود مثل الإكراهات اللان دا تيرين مجموعة نتقبلت نغطي قبيلين كل شيء نغطي الجامعة دا تيري البراج دون ضرب عام نعرف ناس يديس المخزنية في ورنادي للبراج يخصي نغن ضرب عام دن نغطي خمسة عام دن أدي سنة وتنفع أد عين تيوري وننسن أتني قنع عين تيوري وننسن المسلح السودود قل منطقة ننغ أترزع